وخليني اقول لك برضو يا مؤمن، انت ليك خبره مع 3 على 3، يعني انت لما رحت يعني انا ما حسيتش ان انت حاسس بمشكله، يعني بتقدر تلعب وحافظ القوانين والسرعه، اصل هي ليها رد فعل مختلف، يمكن ده كان صحيح. هو يعني انا شاركت في بطولات 3 على 3 بتتعمل في مصر زمان كتير، يعني لعبت حوالي 7 مرات كنت كسبان منهم 6، فكنت اتعودت على الجو بتاعها كتير قوي، ومع الـ5 على 5 فدي يعني مع بعض الاثنين فادوني في اللعب. الفرق ما بين الاثنين كان حاجات الناس هتشوفها بسيطه، بس هي حاجات زي ايه يا كابتن؟ الصفاره هناك مختلفه عن الصفاره في 5 على 5، الموضوع هناك مختلف. يعني ايه الصفاره مختلفه؟ يعني وضح للمشاهد اللي يعني البقى يعني عزيزة على الحكم شوية، يعني ما بيتصفرش غير لما يبقى الفاول، ممكن يعني يبقى فاول فاول تعويرة، اللي هو انت بتتعور عشان تاخد لازم الفاول، تجيب دم عشان يصفروا حاجات كده. فكانت الصفارة بتبقى تقيلة شوية، يعني ما بيصفرش وخلاص، بيبقى اللعب طف اكتر، اجريسيف، الناس يعني بتنتهز فرصه ان الحكام صفارتها بتتاخر، ان انا هلطش ايد ده او هخبط ايد ده كده. بس اكيد يعني انتوا عملتوا نفس الكلام. احنا استغلناها، ما وصلناش بقى، استغلناها نستوعب يعني متاخر، بعد تاني بس كسبنا اول ماتش الحمد لله، فهمنا، فنزلنا بقى بنلعب بالصفاره على الصفاره، بالظبط، لقينا بنلعب زينا زي الفرق الثانيه، احنا داخلين نلعب اجريسيف اكتر منكم وعايزين نكسب. الدنيا كانت بالنسبة لنا جميلة. جينا يوم ماتش استونيا، كان ده الماتش التالت والرابع، الماتش لا قبل نص النهائي، ده قبل النهائي كان الموضوع فيه ارهاق اكتر. حسيتكم تعبانين؟ احنا يعني كان الموضوع فيه تعب اكتر، لان انت بتلعب ماتشين في اليوم، والماتشين هم ال10 دقائق دول، الموضوع متعب. مش 10 دقائق يا كابتن هيثم، بس هو احنا كانت ماتشاتنا تقريبا كلها بالليل، ففجأة استونيا لعبت الصبح، لا فجأة جه ميعاد الورلد تور اللي هم هيتلعب، اللي هم الهواية اللي بيلعبوا 3-on-3، فبدأوا يعدلوا المواعيد، بقت احنا مواعيدنا بقت الصبح. احنا لعبنا ماتش كازاخستان بتاع دور الثمانية الساعة 9 الصبح، الساعة البيولوجية اختلفت في أقل من 12 ساعة، وقت راحتك أقل جدا، فده أثر بالسلب طبعا في الأدوار، يعني في الدور السيمي فاينال اللي احنا لعبنا ده. كان ماتش ايه يا كابتن اللي استونيا؟ لا ده ماتش ايه ده؟ ده كازاخستان دور كازاخستان دور الثمانية كان ماتش واضح القوه حتى البدنيه، يعني بصوا يا جماعه حتى كازاخستان بطل عالم النسخه اللي فاتت، عرفت لما كاس العالم ما شاء الله يعني، وطلعناها، فدي طبعا حاجه يعني بصراحه الولاد قدوا، انا بصراحه فخور جدا بيهم. وانت كان عندك مشكله كمان يا كابتن في البطوله دي، احنا واخدين في 5 على 5 ان في كوتش واقف بره. لا احنا كنا احنا الكوتشات، الكوتش كان بيديهم تعليمات وبتمشي. انا اقول لك كابتن، كنت بتتعاملوا ازاي مع الوضع ده؟ هو احنا عملنا رولز من اول المعسكر ان في ليدر، 2 ليدر في الملعب. مين ومين؟ مؤمن خيري واحمد ياسر ريحان. احمد ياسر ريحان هايل، لعيب انا حييه جدا على مجهوده، وحاول لعيب كويس عليه قوي في الملعب، والاتليتيك بتاعه عالي محترم جدا، لعيب ومميز جدا، وهو مش موجود من فراغ في المنتخب. يعني بص الضرب، بص الضرب لا يا جماعه عيدوا الكره تاني، بص التلطيش الموضوع كان صعب. لا تصدق فعلا الكره دي ما سافرتش فاول يعني. لا فانت عندك 2 ليدر بقى، كان احمد يعني هم في الميتنج اللي قبل الماتش بيبقى عارفين هنلاعب مين مثلا، احنا ظروف الماتش احنا بنقولها وهم بينفذوها لوحدهم في الملعب، هي دي اصعب حاجه في الموضوع. وطبعا مع اعزائي من بره دي قصه ثانيه خالص. يعني عشان انت كنت بتبقى قاعد في الملعب يا كابتن؟ يعني تقريبا في السايد الشمال منهم، يعني قاعد في المدرجات عادي. المدرجات ومالكش حق ان انت تتكلم، احنا لو بصينا له بناخد تكنيكال فاول، ممكن تضطر كلاعب اصلا. عامل زي السكواش كده. لا بدات اتكلم بالمصري عشان خاطر هو واحنا بنسمع ما بتبصلوش، يعني خش اطلع شوط، لا يعني سي مثلا صوب في بليز انا اقوله بالمصري، حتى اخترنا كل العابنا باللغه بالايجيبشن، باللغه المصريه. ما هو كابتن مصري برضو مصري محدش يغلبه يا كابتن. المصري بص يعني انتوا عملتوا حاجه حلوه قوي، عملتوا مصطلحات مصريه. عملنا العاب باسامي مصريه بحيث ان اللي قصادنا حتى ما يفهمهاش، يعني حتى لو قلت 2 او 5 او اي حاجه ما خلاص دي مفهومه يعني معروفه، الناس دي لغه ثابته عندهم. فبدانا نتكلم باللغه العربيه اغلب الحاجات، وحتى لو في محتاج منهم اي حاجه في الملعب
كان في. طب كنت بتنفعل حتى تسقف على كرة بتاعه ولا مالكش في الكلام ده؟ طبعا مصر انت بتتكلم باسم مصر يا كابتن هيثم، ده زي النادي الموضوع اهو كانك انت متخيل يعني الاثنين واحد. ما انت لعبت منتخب مصر يا كابتن ونجم كبير يعني، ومؤمن انت لعبت منتخب مصر واخد احسن لعيب في افريقيا كذا 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 بطوله يعني، انتوا الاثنين ما شاء الله بتمثلوا اسم مصر. طب قول لي انت حسيت يا مؤمن برضو انا ليه احنا برضو يا كابتن يعني ايه اللعيبه الشباب متابعين السوشيال ميديا شفت المتابعه كانت عامله ازاي؟ لا الموضوع كان جميل يعني، هو بيخلي الواحد عايز يعمل حاجة أكتر، اللي هو الناس بتتفرج ليه ما نفرحش الناس بتتفرج ونخليهم مبسوطين ونحاول نعمل حاجة أكتر. فكان الموضوع ده اللي مساعدنا ان احنا كنا عايزين نوصل دور الثمانية، عايزين نلعب نكسب كاس عالم، ليه ما نكسبش كاس عالم؟ بس أقول لك على حاجة، الموضوع مش صعب. أنا من وجهة نظري انتوا خدتوا ميدالية والله العظيم، اللي يوصل قبل النهائي كانوا خد ميدالية، وأكيد ده شعورك.